سيداتي وسادتي، القائد رح يعطي تقريره بكرة، بدي الكل يكونوا جاهزين وعلى الوقت. شو عم تقول؟ على الوقت. قصدك رح نكون هون بكرة كمان؟ والله حلنا نرتاح. استنى شوية سلامي شبك، استنى دقيقة سيدي. بدك يانا هون بكرة الصبح؟ فيكن للظهر، مانا هالشغلة. لا إذا هيك فرق. أنا كمان الصبح بيناسبني أكتر، ما في مشكلة. بجوز تكونوا مرتاحين بهالوقت، بس أنا ما رح أقدر إجي قبل ما أفطر مع بنتي. شش يا حليوة أنت، مو تعل بالسهر بالليل وتتأخر لي بشي بالنهار كمان. أوعك ها، ما بدي من أول يوم بسببكم نطلع بالخجلة. ليش عم تقلي هالحكي إلي؟ الكل بيعرفوا طبعي وقديشني شخص دقيق بمواعيدي دائما. لك ايه صح، حتى انه عنده اجنده. والله شي حلو. اجنده ما كوران، انت عندك اجنده مثل ما انا فهمت شي؟ لا شو هالحكي هاد، اكيد لا سيدي. هو قال اجنده؟ ما قال انه عنده وحده تنظم له مواعيده؟ والله هيك انت عارفان. تعرف سيدي، يعني كلنا عنا علاقاتنا وهالشي يعني صار معنا كلياتنا، وبرأيي ما حلو نحكي فيه قدام الكل. تعرف شو بيقولوا بالأمثال؟ شو بيقولوا يا شار؟ لبس المكنسة بتصير ست النسي، وعلى هامان يا فرعون، وقد ما علي شأن الرجال إيه ما رح يطلع له مع النسوان. يعني قصدي أقول إنه الرجال حتى لو صار ملك فيعني رح تضل كلمة النسوان هي اللي عم تمشي. بصراحة أنا هيك بشوف. طيب أنا برأيي خلونا نروح نشوف حالنا أحسن. يلا تصبحوا على خير. معك حق، بكفي يا شار، أنا اكتفيت كمان. تصبحوا على خير كلكم، شوفكم بكرة. يلا سلام. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. بقص إيدي إذا فهموا علي. مزبوط، هني والله ما رح يفهموك. ما في حدا بيفهمك. قوم قوم خلينا ننام يلا. أوكان؟ أنا بدي روح زور أمي بكرة الصبح لأنه مشتاق لها كتير كتير. تمام، معناها لازم تفيق بكير. روح نام يلا. شكراً إلك يا رفيقي. ولو هاد واجبي. أنا مبسوط لأنه نحن رفقاء. أوكان مو رفقات، إخوات نحن. إيه لا تصدق كتير.